وفي الآيات قرأنا قول الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بصراحة كيف كان العرب وكيف أصبحنا الآن، يحتاج الإنسان أن يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام. هذا يوم من أيام العرب، يوم لا ينسى، يوم تجمعت فيه مجموعة من قبائل العرب اللهازم لكي تغير على قبيلة بني تميم، وبدأوا يجمعون ويتحالفون، وكان عندهم أسير من بني تميم، عند هذه القبائل أسير من بني تميم، وكان عند بني تميم أسير لهذه القبائل. الأسير الذي عند هذه القبائل من بني تميم يسمع وهم يعدوا العدة على قبيلته لكي يهجموا عليها، يسمع التحالفات وما يجمعون وما يعدون، ولكن الرجل أسير، يا ترى هل يستطيع أن يرسل رسالة يخبرهم بما يعدون؟ هل يستطيع أن يرسل رسولا؟ ولكن كما يقال ما في اليد حيلة، الرجل مراقب وما يقدر يتحرك. ولكنه قال لهم: أريد رجلا، أعطوني رجلا أرسله إلى أهلي لكي أوصيهم ببعض حاجاتي. فقالوا له: ولكن بشرط. يا ترى ما هو الشرط؟ إيش رأيكم؟ لا لهم شيئا، لا تفشي شيئا من أسرار الغزو الذي نريد أن نغزيه. قال لكم ذلك. لا. وهنا أيضا كيف سيرسل، ماذا سيقول؟ ولكنه أرسل. طيب، هذا الرجل قال: أريد رجلا عاقلا أرسله إلى أهلي لكي أوصيهم ببعض حاجاتي. فأتوا له بغلام عاقل. وانظروا، فلما أتى إليه الغلام قال لهم: لقد أتيتموني بأحمق. قال: والله لست بأحمق. قال: أجل، لقد أتيتموني بمجنون. قال: والله إني عاقل، ما بي من الجنون شيء. قال له: أيهما أكثر، عدد الكواكب أم عدد النيران؟ قال له: الكواكب وكلها كثير. قال: فأخذ حفنة من الرمل، وهذا كله له مغزى. أخذ حفنة من الرمل، هذا الرجل الذي اسمه بشامة، ناشب بن بشامة العنبري من بني تميم. أخذ حفنة من الرمل ثم قال له: كم عدد هذه؟ قال: كثير، وما أدري كم عددها. ثم نظر إلى الشمس وقال: ما هذه؟ قال: هذه الشمس. قال: إذن أظنك عاقلا، إذن اسمع مني هذه الرسالة وأوصلها إلى أهلي، وهي عشر بنود أو عشر أمور. الأمر الأول قال له: أبلغهم مني السلام. والثاني: قل لهم يحسنوا إلى أسيرهم، فإني عند قوم يحسنون إلي ويكرمونني أو ويكرموني. الثالث: مرهم فليعروا جملي الأحمر، يتركوه يذهب للمرعى. الرابع: مرهم فليركبوا ناقتي العنساء، والعوساء هي التي يكون في بياضها خلطة بشقرة أو العيساء. الخامس: مرهم فليحسنوا إلى بني مالك. السادس: أخبرهم أن العوسج قد أورق، والعوسج اسم شوك، وأن النساء. الثامن: قد اشتكت. نعم. والثامن: ليعصوا همام بن مرة ابن بشامة، فإنه مشؤوم محدود، يعصوه. التاسع: وليطيعوا هذيل بن الأخنس، فإنه حاذق ماهر. العاشر: اسألوا الحارث عن خبره. انتهت الرسالة. والله عشر بنود، انتهت الرسالة. والله الداهية. الناقل أخذها وذهب بها كما هي. نعم. فاجتمع القوم واستمعوا، ولكنه لما انتهى من الرسالة قلبوا كفوفهم، ما عرفوا شيئا. ماذا يريد؟ قالوا: لعل الرجل أصيب بالجنون، لعله أصابه مس. ولكن هذا الرجل الذي هو هذيل بن الأخنس، الذي وصفه بأنه عاقل حازم، قال: تعال أيها الغلام، قل لي بالخبر الذي دار بينك وبينه من البداية إلى النهاية، هناك بعض الأمور يعني ممكن تدلني عليها. فقال له من البداية أنه استدعى رجلا وسألني وعن الرمل وما أدراك. قال: إذن ارجع إليه وأبلغه السلام، وقل له سنعمل بوصيتك، شكرا. فتعجب الرجل وتعجب قومه أيضا، كيف فك الرسالة؟ كيف عرفها؟ الله أعلم.
ذهب الرجل وبدأ الآن جلس مع قومه يريد أن يشرح لهم ما هي هذه الرسالة التي يعني كلها رموز. فهم تحيروا، هو يتكلم عن جمل وناقة وهو ليس له لا جمل ولا ناقة. نعم. فبدأ الرسالة يقول: أما الرمل فإنه يقول سيهجم عليكم قوم بعدد الرمل فاستعدوا وأعدوا، وأما الشمس التي أومأ إليها فهو يقول الكلام واضح مثل الشمس ما يحتاج تفسير. واضح. ثم قال لهم: الخيل الأحمر هناك جبل اسمه الصمان لبني تميم، قال آمركم، هو يأمركم أن تذهبوا إليه لتحتموا به، وأما الناقة العوساء هي أيضا جبال رملية لبني تميم يأمرهم أن يحتموا بها، وأما بني مالك الذي قال يحفظ عهده فيهم هم منهم، هم من بني مالك من بني تميم فرع، مروهم أن يذهبوا معكم لأن الجيش سيهجمون على الجميع. نعم. وأما العوسج قد أورق، العوسج شوك، يقصد أن الناس قد لبسوا السلاح، أن الناس قد لبسوا السلاح، ونعم، وأن النساء قد اشتكت. المرأة كانت تشك ما يشربه الرجل الزمزمية أو القربة أو السقاء، تشكه بيدها، فيقول النساء اشتكت، جهزت زمازم الحرب التي يشرب فيها الجيش، الأمور جاهزة. ثم ذكر أيضا أن يعصوا هذا الرجل الذي هو من؟ أن يعصوا همام لأنه كذا، وأن يطيعوا أمر هذا الرجل الذي هو من؟ ذكروني اسمه. أن يطيعوا أمر ريش. نعم، من هو الرجل الذي أمرهم أن يطيعوا؟ كثرت علينا الأسماء ما عاد عرفنا. أن يطيعوا أمر هذيل ابن الأخنس الذي فسر لهم هذه الرسالة. العجيب في الأمر أنهم استعدوا وخرجوا وأخبروا بنو مالك أو بني مالك، لكن بني مالك لم يطيعوهم، فهجم عليهم القوم وأخذوهم وقتلوهم، ثم ذهبوا إلى هذه المكان واقتتلوا فيها قتالا عظيما، وهو المكان الذي اجتمعوا فيه اسمه الوقيت، اجتمعوا فيه واضطربوا فيه، وكان النصر طبعا لهذه القبائل لأنها كانت كثيرة. الغريب في الأمر كيف أرسل هذا الرجل الرسالة، كيف استطاع أن يكونها، كيف فسرها الآخرون. الشاهد من هذا كله أن الإنسان يجب عليه أن يرجع إلى القرآن وأن يرجع إلى السنة، وينظر كيف كان الناس وكيف أصبح الناس بالإسلام وبتوحيد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، مع أنهم كانوا أبناء عم وإخوة وجيران. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. والشاعر يقول: اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ظل قوم ليس يدرون الخبر، والله عز وجل يقول: لقد كان في قصصهم عبرة. وفق الله الجميع. يقول هذيل عرف ودري بل رواه له العنبري. يا سلام عليكم. الله أكبر. لكنهم لم يسمعوا فهمهم لم ينبري. الله أكبر. كذا كويس يا ابو ممتازه لبعيد لب قلبك الله يسعدك. واللي ما دري ما دري.